باسم، بعرف انه انت ما بتحب تحكي سياسة، ويمكن ما ولا مرة بتعطي رأيك بموضوع سياسي معين بالبلد، بس اليوم نحن وصلنا لمحل انه لازم نحكي، لازم نقول الامور مثل ما هي. يعني اليوم نحن وصلنا لهيدي المرحلة 2021 لهيدا، اذا بدك اقتصاديا مضروبين، طبيا مضروبين، بكل النواحي مضروبين. مين ورا هيدا الشيء؟ مين مسؤول عن هيدا الشيء؟ هلا هيدي الأزمة اللي عم تحكي عنها والسياسية، أنا بالنسبة لي بعتبر إنه هيدي الأزمة مش هلا بس ظهرت، هي موجودة من زمان. حتى إذا بدك من وقت الاستقلال سنة 1943 لهلا. نحن اليوم بالجحيم، ما كان بوقت الاستقلال، ما كنا كنا على طريق الجحيم، اليوم وصلنا. لا هي بلشت وهلا تراكمت، وصلت لمرحلة خلص صار في انفجار يعني بالنهاية، فبالتالي بين كل شيء. بس هذا الفساد موجود من زمان مش بس هلا يعني، بس ثاقبت على هيدي الفترة. يعني الحق على الناس، كأنك عم تقول لي إنه الحق على الناس، نحن شو رأيك؟ أكيد نحن بنتحمل مسؤولية كثير كبيرة بهذا الموضوع، لأنه لو الناس مش قبلاني، للأسف نحن ما تعلمنا من خلال، أنا حأحكي عن تجربتي أنا بشكل عام والمحيط فيي، إنه دائما نحن بنصوت لنفس الناس اللي هن دائما عم بيعملوا فساد بالمجتمع، فمش الحق على الناس اللي عم تطلع، اللي قادر يسرق. إذا عندك أرض أنت تركها العالم بدها 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 تزرع فيها وبدها تحصد منها وبدها تاخذ يعني تستعملها طبعاً. فأنت عندك وطن حلو اسمه لبنان، تركه. وبعتبر انا نحن جزء كثير كبير من قلنا سبب مسؤوليه علينا من وراء هذه الطبقه الفاسده، يعني تارك هالبلد متشور وفي غيرنا عم بياخذ بكل الخيرات منه. طيب بس انت بتنتخب، يعني منتخب كذا مره ونفس الناس عم ترجع تسعى انه ترجع تردهم على السلطه؟ انا صراحه انا ما انتخبت الا مره واحده، قبلها كنت يمكن اصغر، وبعدين صار في انتخابات تمددت لكذا سنه بعتقد، فما كان في دورات متتاليه، في مره واحده انا انتخبت فيها، بس وقتها يعني انتخبت، ما انتخبت ليستة كاملة، يعني انتخبت اشخاص اصحابك، مش اصحابي، لا اشخاص انا بعرف تاريخهم وبعرف. للاسف دائما على طول الناس بتنتخب الناس اللي عندها اموال كثيره، اكثريتها بيعتبروا اللي بيدفعوا هو اللي واصل، ما هي اللي بيدفعوا اكثر بننتخبه. هلا في واحد يقبض ويروح يصوت للي بده اياه، يعني ما منا مشكله، يعني في اجي ياخذ ال $100 اذا انا بحاجه لها، فوت صوت لمين ما بدي، مين حدا يعرف يعني. بس الفكره انه دائما نختار الشخص بنعتبر اللي عنده نفوذ بالحياه، اللي هو صاحب السلطه واللي معه مصاري. صحيح. بينما لا، انا بالنسبه لي يمكن الشخص اللي قادر يغير وعنده اراء وعنده افكار مستقبليه ممكن تصلح البلد، انا هيدا بيعني لي اكثر. هيدا بتنتخبه. طيب قريبا الله راد، اذا الله راد وبقينا عايشين للقريبا، في انتخابات نيابيه لازم تصير بلبنان، رح تنتخب او رح تقول لا؟ لازم كل مواطن ينتخب، كل مواطن يكون عنده رأي، حتى لو حتى عنده إذا بدك قرف من هيدا الشيء اللي عم بصير وما لقى حدا ينتخبه، يحط ورقة بيضة، بس المهم يسجل موقف. أنا مع إنه طيب تسمح لي أسألك مين رح تنتخب؟ يعني رح تتابع حدا حزبي، حدا مستقل، حدا أكيد طائفي. أنا رح انتخب، في كتير عالم أوادي موجودين بالمجتمع، هني اصلا موجودين بالمجتمع بالسلطة. المدني قصدك؟ في بالمجتمع المدني وين ما كان. يعني اوادم بالطبقه ما في صراحه، يعني بالطبقه السياسيه بلا، في اوادم ليش مين؟ لا اعطيني مثل. لا ما تفوتني باسماء اللي قال لك، بس في كثير اسماء، لانه هلا اذا اعطيتك اسم او اسمين او ثلاثه في كمان غيرهم اوادم، فما في عد الكل صراحه. بس حرام انا اظلم هذه الطبقه السياسيه اقول انه كلهم مش منيح. لا، في ناس اوادم عم تشتغل، مش عم بحكي بس على الرؤساء، انا عم بحكي عن حتى الناس المدراء العامين، عم بحكي على اللي عندهم مسؤوليه بالمجتمع. انا بعرف في كثير عالم مستلمين مناصب كثير مهمه وما غشوا بحياتهم. مناصب شيء ووزراء ونواب شيء ثاني، يعني حتى وزراء ونواب ليش انا يعني اذا انا هلا انتخبوني وزير مثلا، او انتخبوا اي صديق لي وزير وانا بعرف انه هذا الشخص ادمي او نائب، يعني ليش مجرد ما يفوت على الطبقه السياسيه دغري بدنا نقول عنه فاسد؟ لا، في فاسدين بالطبقة السياسية وفي مش فاسدين، بس للأسف يعني الأغلبية هن فاسدين. ليش هلأ اللي عم بصير على 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 الماشينز تبع الأكسجين
وعلى على المواد الغذائيه هذا مش فساد؟ طبعا في فساد كبير بالبلد للاسف، ما في حدا عم بيقدر يضبط هذا الشيء، وهذا نحن كمان لنا جزء كثير كبير بتحمل هذا الموضوع.